أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني تعميما قضائيا تاريخيا لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم بألا يتضمن الحكم بشبهة أو توجيه تهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة. ولم يغفل القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الأخذ بوسائل الإثبات كافة وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعا، كما يمثل تحولا تاريخيا مهما في مسار العدالة الجنائية بالمملكة في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته.